تارك حال شباب، معكم شركيال شركة كينجر في فيديو جديد. طيب شباب، فيديو اليوم هو شرح قصة الزومبي الجزء الثاني. الجزء الأول اللي سويته اللي هو مدته 47 دقيقة، كان قلت لكم بهداك الفيديو انه هداك ما قبل بلاك أوبس 4، هذا الفيديو بعد بلاك أوبس 4، شو صار بعد ما انكسرت الدائرة بلود اوف ذا ديد وكلاسيفايد والكلام هذا كله. طبعا كنت ناوي اخليه فيديو واحد بس كان مدته 50 دقيقة، فقررت اني اسمه على مقطعين، كل فيديو 25 دقيقة او هيك شيء تقريبا. فايه فيها الجزء الثاني والجزء الثالث والاخير راح ينزل بعد بكره، راح يكون هو خلاص الفيديو الاخير، وكمان راح يكون اخر فيديو زومبي بقناتي. اي هذاك الفيديو القادم هيكون مو بكره، بعد بكره اخر فيديو زومبي بقناتي، لاني فتحت قناه خاصه بالزومبي اسمه بشار كيكي الزومبي القناه. فهذيك القناه راح اكمل فيها نفس محتوى الزومبي، نفس كل شيء اللي تبوه، وهالقناه راح يتغير محتواها بعد الفيديو الجزء الثالث. راح احمل فيديو اشرح شو محتوى القناه الجديد. فاتمنى حاليا قبل الفيديو الكل يروح يشترك بقناتي الثانية، راح تلاقي اول لينك بالوصف او راح تلاقي في اشارة تعجب حين تطلعوا يمين ولا يسار. فروحوا على القناة اشتركوا، ما اظن فيها فيديوهات او يمكن محط فيديو واحد تعريف عن القناة وشين الكلام، فروحوا اشتركوا هناك. ولسه الجزء الثالث راح ينزل على هالقناة نفسها اللي قاعدين تشوفوا منها، بعدين من بعده خلاص محتوى الزومبي راح يقلب على القناة الثانية. اوكي، وثاني شيء حاب اشكر بينكيو زوي على ارسالهم الماوس باد اللي شايفينه قدامكم هلا. ماوس باد جدا خرافية للجيمينج بهالحجم الضخم، في اللون الاحمر والازرق والوان كثير. فأي حاب اشكرهم على ارسال الماوس باد دول، جدا راح يفيدوني الصراحة بالجيمينج، واي واحد يلعب على البي سي اظن ماوس باد ضخم هو كل شيء تحتاجه. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. ملاحظة بسيطة شباب قبل ابدا الفيديو، طبعا يفضل انكم تشوفوا الجزء الاول قبل تشوفوا هالفيديو. صحيح هالفيديو يعني صارت فيه احداث غير الجزء الاول اللي هو شرح قصة الزومبي كلها من وورد ات وور الى بلاك اوبس 3، يعني ما قبل بلاك اوبس 4، شرحت فيه الدائرة كلها والاحداث اللي قاعدة تصير وكيف قاعدة تنعاد دائما. فالمهم هداك الفيديو مدته ساعة و40 دقيقة، يفضل انكم تشوفوا قبل هالفيديو، راح تلاقوا الرابط موجود بالوصف او فوق في اشارة التعجب. بس لو ما شفته وما تبي تشوفه راح احاول اني اختصره. طيب راح احاول اختصر فيديو مدته ساعة و40 دقيقة قريب الساعتين حاليا، راح احاول اختصره باربع دقائق خمس دقائق. فاذا انت شفت هذاك الفيديو وفاهم الدائرة كلها وكل شيء يصير فيها، قدم الفيديو لهالدقيقة. اذا ما كنت فاهمها او يعني شفت الفيديو بس مالك متذكر بالضبط، فشوف راح احاول اختصرها باربع دقائق بالضبط، وبعدها نبدا باحداث بلاك اوبس 4 وكسران الدائرة. الشخصيات برمس على انين بدائرة، الدائرة هاي بيضلوا يعيدوا فيها الاحداث ما لا نهاية. فبيبدوا بالمعركة العظمى، بعدين اورجنس، بعدين بيكملوا لدرايسن دراخ، زيتسبو نوشيما. زيتسبو نوشيما بيروح بياخدوا انابيب الدم من القطراز اللي هي بلود اوف ذا ديد، بعدين بيرجعوا لجورد كروفي لريفيليشن. عند ريفيليشن بيكون دكتور مونتي بده يمحيهم من الوجود، بس لانه عندهم انابيب الدم فما بيقدر دكتور مونتي انه يقتلهم بسبب انابيب الدم، فبعيدهم لبدايه الدائره من اول وجديد للمعركه العظمى. لما يرجعوا على المعركه العظمى بيكونوا فاقدين الذاكره بشكل كامل، وبيرجعوا بعيدوا الاحداث كلها من اول وجديد، وبيضلوا على نفس الحاله. اوكي، هالجزء شوي معقد، شرحته على لوح لما بهداك الفيديو، فراح احاول اشرح لكم اياه بشكل جدا بسيط. لازم تفهموا هالجزء بالذات بس مشان تكونوا فهمانين الركتوفينات اللي عنا اياهم. طبعا كجزء من الدائرة للحين قاعدين نتكلم بالدائرة، ما دخلنا على بلاك اوف 4، بلاك اوف 4 كسران الدائرة. فكجزء من الدائرة او اللي كيف بضل تنعاد، انه ريكتوفن بيكون ريكتوفن موجود باورجنس وبيكون نايم. ها ريكتوفن قبل الاحداث، قبل يصير اي شيء، تنفتح عنده بوابة زمنية، بيدخل عنده ريكتوفن مو الكبير، نفس عمره، بيدخل عنده ريكتوفن بيعطيه انابيب دم شخصيات موب اوف ذا ديد، بيحكي له هالدم راح تحتاجه بالمستقبل. فريكتوفن بياخذ انابيب الدم هي، بعدين بتصير احداث اورجنس، بنخلص من احداث اورجنس بنودي روح سامانثا ومخ ماكسس لعند دكتور مونتي على البيت. شخصيات الثلاث الباقيين تاكيو نيكولاي وديمسي بيتجهوا لذا جاينت، ريكتوفن بيروح برحله سريه مدتها سنتين لحاله. طيب هل هالجزء ركزوا فيه معي، بهالرحله اللي مدتها سنتين يلي قبل احداث ذا جاينت، ريكتوفن بيروح اول شيء بيتواصل مع الماسونيه، بيخلي الماسونيه مع حارس سجن القطراز اللي هو بروتوس يبنوا له مختبر تحت سجن القطراز. فبيبنوا له المختبر، بعدين بعد هيك ريكتوفن بيتواصل مع شخصيه ستولنجر. ستولنجر فينو يتواصل مع ريكتوفن لانه ريكتوفن ستولنجر كان ياكل لحم زومبيز، فيعني وريكتوفن الكبير كان بالايثر، فبشكل من الاشكال ريكتوفن قدر يتواصل مع ستولنجر، بخلي ستولنجر يجيب له كتاب الكرونوميوم. شفنا
منها الاحداث كلها على 6 اجزاء كوميك، فبيجيب له الكتاب وبيجي بعدين بيلتقي معه بالمختبر تحت سجن القطراز. وخلال رحلة شخصيات الترانزيت ليجيبوا له الكتاب، ريكتوفن نفسه بيخلي زومبي ريكتوفن يلاحق الشخصيات، وعن طريق انه ما ينتبهوا ياخد منهم دمهم. فمجرد ما يجيبوا له الكتاب بيحكي لهم ريكتوفن راح اروح برحلة سريعة، لبين ما ارجع قرروا شو بدكم اسويه فيكم، هل بدكم اوديكم لاي عالم تاني ولا بدكم تفوتوا بنوم طويل. فبيروح ريكتوفن بيلتقي مع زومبي ريكتوفن اللي خلاه يسرق انابيب دم او يسرق دم شخصيات ترانزيت بدون ما ينتبهوا، بيروح بيلتقي معه وبياخد منه انابيب دم شخصيات ترانزيت. بعد هيك ريكتوفن بيروح على موب اوف ذا ديد قبل لا يصير فيه اي مشاكل، السجن القطراز اللي سجنوا فيه بشر ما في زومبي، بيروح هناك وبياخد دم شخصيتين من شخصيات موب اوف ذا ديد، بياخد دمهم وبعدين بيروح لريكتوفن النايم اللي بريء اللي ما عنده اي شيء قبل احداث اورجينز، بيروح وبيعطيه انابيب الدم. فاي هذا ريكتوفن اللي نايم اللي ما يعرف اي شيء اللي اجى عنده ريكتوفن الكبير واعطاه انابيب الدم، هذا هو نفسه من المستقبل. فبعدين بيروح بيعطيه انابيب الدم وبيرجع ريكتوفن للمختبر كل شخصيات ترانزيت، ها اخترتوا شو اسوي فيكم؟ بيحكوا له ايوه دخلنا بنوم طويل، فمشان هيك بنشوفهم ببدايه بلود اوف زد موجودين كلهم بالبرادات نايمين. فمجرد ما يدخلهم بالنوم الطويل تنفتح عنده بوابة زمنية، بيجوا عنده شخصيات بريمس اللي جايين من بعد جيتسوبونوشيما وبيعطيهم انابيب دم شخصيات ترانزيت. فممكن حد يحكي طب هو لسه لازم يروح على ذا جاينت الحين بعد هاي صح؟ كيف اجوا من عنده شخصيات جيتسوبونوشيما؟ فهدول شخصيات جيتسوبونوشيما هدول بالسايكل تبعهم مجرد ما يوصلوا لا ريفيليشن ويعيدوها من البداية هيكون ريكتوفن هاد بعد ما فتت عنده فتحة زمنية ريكتوفن المختبر واعطاهم انابيب الدم راح يروح على شادو اوف ايفل ياخذ السامونين كي، بعدين من بعد ما ياخذ السامونين كي من شادو اوف ايفل راح يروح على ذا جاينت، ومن ذا جاينت راح يكمل احداث اللي هي ديراي سندراخ جيتسوبونوشيما. بعدين جيتسوبونوشيما هذا ريكتوفن مع الجروب تبعه راح يروح على راح يروح على المختبر، هناك راح يلتقي مع ريكتوفن اللي هو نفسه كان بالماضي يعطي انابيب الدم لباقي الشخصيات ويكمل على ريفيليشن. بعدين ريكتوفن الموجود بالمختبر راح يروح على شادو اوف ايفل ياخذ السامونين كي ويروح على ذا جاينت ويكمل احداث. هي الدائره بتضل تنعاد، وريكتوفن دائما بيبدا انه بيبدا معه انابيب الدم، لانه مثل ما قلت لكم ريكتوفن بيروح بياخذ انابيب دم شخصيات ترانزيت، وبعدها بيروح على ريكتوفن النايم اللي هو قبل احداث اورجنس اللي ما يدري اي شيء ويعطيه انابيب دم شخصيات موب اوف ذا ديد. فعشان هيك دائما بدايه الدائره ريكتوفن معاه انابيب الدم. فاي هي هي الدائره. طيب الحين نبدا باحداث بلاك اوبس 4. قلت لكم كجزء من الدائرة انه الشخصيات من بعد جيتسوبونوشيما دائما بيروحوا على المختبر بياخذوا انابيب الدم وبعدين بيرجعوا بيكملوا على ريفيليشن. بس هالمرة مجرد ما راحوا لالقطراز لياخذوا انابيب الدم شافوا انه في شيء غريب، الاحداث قاعدة تصير غير اللي مكتوبة بالكتاب. طبعا هم ما عرفوا انه في شيء غريب، هم بالنسبة لهم هي اول مرة يروحوا على المختبر بالنسبة لمخهم، بس هم حسب البعد وهيك هم اجوا على المختبر الاف ملايين المرات لانه بيضلوا يعيدوا الدائرة دائما. بس حسب مو مكتوب بالكتاب انه لازم كان انه اول ما يجي على المختبر يكونوا ورا ريكتوفن اللي موجود جوا المختبر هنيك بالضبط. فهالمره بنشوفهم بالكاتسين انه لا، بكاتسين بلود اوف ذا ديد لما اجوا هالمره كانوا بمكان ثاني، ما كانوا بورا ريكتوفن المختبر بالضبط، كانوا موجودين قريب منه بس مو حسب مو مكتوب بالكتاب بالضبط. حتى ريكتوفن نفسه بيحكي انه مفروض نكون قريبين من اللاب. يلا ما في مشكلة الحقوني وراح نروح على المختبر. فأي هو نفسه مستغرب انه ليش اجوا على هالمكان، فها هي بداية تلميح انه في شيء في خلل بالدائرة. بعدين بيجوا بيلتقوا مع ريكتوفن بالمختبر وبيحكي لهم انتم متأخرين، لانه فعليا حسب مكتوب بالكتاب مفروض يكونوا موجودين هون ابكر، والاشياء المكتوبة بكتاب الاكرونوميوم لازم تصير بالضبط. هالكتاب بيحكي لك عن مستقبلك والاشياء اللي رح تصير معك فلازم تصير بالضبط. فحكى لهم انتم متاخرين المفروض تكونوا موجودين قبل هالوقت. فالمهم بيجي بيلتقي معهم وبيكون متلبك ومتوتر ريكتوفن المختبر، يعني عاده المفروض يكون اموره تمام وكل شيء تمام نفس ما شفناه بالكوميك، هون لا بيكون متلبك ومتوتر. ونشوفه اجى عطى الكتاب لريكتوفن وحكى له انت تعرف الباقي وانا لازم اروح، لانه ريكتوفن هاد كان قاعد يقرا الكتاب وعرف انه احداث الكتاب تغيرت والكلام كله متغير وما هو عارف كيف راح يقابل ريكتوفن بالمعلومات الجديده اللي مكتوبه بالكتاب، مشان هيك بيكون متوتر. ممكن
ممكن الكتاب تغير مجرد ما هم دخلوا على بلود اوف ذا ديد فصار تغيير بالدائرة، او ممكن قبل يعني اشياء صارت احداث صارت قبل ادت انه الكتاب تغير، راح نعرفها بعد شوي بالفيديو. بس انه متوتر عشان ما هو عارف كيف ريكتوفن الثاني راح يتقبل الامور المكتوبة بالكتاب. فمثل ما قلت لنا الاحداث تغيرت، فبالتالي الدائرة ما هي نفس ما هي، ما راح الحين بعد ما ياخدوا انبيب الدم راح يرجعوا ويروحوا على جورد كروفي وبعدين ريفيليشن، لا صار في احداث جديدة كليا. فخلاص من بعد سبونوشيما ما في جورد كروفي، ما في ريفيليشن، الاحداث صارت احداث جديدة من السجن من بداية ببلود اوف ذا ديد. وبيجي ريكتوفن اللي جاي من سبونوشيما بيفتح الكتاب وبقرأه وبيشوف انه فعلا كلام تغير، وبيحكي لريكتوفن الثاني دمي دمنا، كيف ممكن تتوقع مني اني اتقبل هالشيء؟ ليش عصب ريكتوفن؟ اول شيء لانه الكتاب تغير والخطة تغيرت، وتاني شيء قال دمي دمنا لانه قرأ بالكتاب انه الاحداث الجديدة اللي لازم تصير انه لا رح يعلقوا بهالمكان ما رح يطلعوا منه، وانه الطريقة الوحيدة للخروج من هالمكان هو انه ريكتوفن نفسه يقتل حاله، او يقتل حاله او يضحي بدمه. بنشوفه اخر شيء انه بيحط دمه بالجهاز اللي بيضل يسحب دمه حتى يموت اللي هو دارك ميكانيزم. فريكتوفن بيحكي لريكتوفن المختبر دمي دمنا، قصده دمنا انا وياك، نحن ريكتوفن نحن واحد اخر شيء، كيف ممكن تتقبل مني هالشيء؟ فريكتوفن المختبر بيروح وبيسحب عليه لانه يعني ما هو عارف شو يرد عليه. فريكتوفن على طول مجرد ما يقرا انه راح يلقوا بهالمكان وانه لازم يضحي بحاله بيحاول يغير كلام الكتاب، انه كلام الكتاب لازم يصير ما في اي مهرب منه. فبيحاول بسرعه انه يرجع على البوابه الزمنيه اللي دخلوا منها من جت بونوشيما للسجن على اساس انهم يهربوا منها، بس كلام الكتاب بيصير وبيجي بروتوس بيسكر البوابه وفعليا بيعلقوا جوا بلود اوف ذا ديد او سجن القطراز. فحاليا الطريقه الوحيده ليطلعوا من الدائره العلانين فيها اللي هي الدائره المصغره بلود اوف ذا ديد راح يضلوا يموتوا ويعيشوا ويضلوا علانين هون، نفس اللي صار مع موب اوف ذا ديد انه ريكتوفن يضحي بحاله وهو بيعرف هالشيء وقرأ هالشيء بالكتاب. وبعد هالشيء باقي الشخصيات راح يلتقوا مع ريكتوفن تاني ويكملوا بطريقهم للقضاء على دكتور مونتي. هاد كلام الكتاب الجديد اللي هو كسران الدائرة بعد ما كسرت الدائرة. الكتاب مو دائما بيدلهم الكتاب اول شيء كان يدلهم على احداث معينة تخليهم يضلوا يعيدوا الدائرة، لانه في اشياء معينة قاعدة تصير قاعدة تخلي الكتاب انه يوديهم على هذا الطريق. بس حاليا مجرد ما صارت احداث معينة سببها الشادو مان وريكتوفن المعركة العظمى راح تعرفوا بعد شوي هالاحداث المعينة، صار الكتاب قاعد يدلهم على طريق جديد. هالطريق راح يخليهم انهم يكسروا الدائرة، واول خطوة بهالطريق انه ريكتوفن يضحي بحاله بهالمكان مشان باقي الشخصيات يطلعوا من المكان المحبوسين فيه وبعدين يكملوا بطريقهم للقضاء على دكتور مونتي. طيب الحين فهمتوا كل شيء، شو الأشياء اللي صارت، وخلنا نبدأ من هالنقطة. هم حاليا محبوسين ببلود اوف ذا ديد، ريكتوفن قاري الكتاب، قرأ الكتاب الكرونوميوم وبيعرف انه لازم يضحي بحاله مشان يطلعوا من هالمكان. فأول شيء ما بيسوي هالشيء، فبيضلوا شخصيات يموتوا ويعيشوا لأنه أرواحهم محبوسة هون، نفس اللي صار مع شخصيات موب اوف ذا ديد. وبنشوف هالشيء من إعلان بلود اوف ذا ديد اللي شفنا فيه الشخصيات كلها ميتين وبرجعوا يعيشوا وبيضلوا يموتوا. فلما نلعب بلود اوف ذا ديد ونقرر انه نحل اللغز، فهذا معناته انه ريكتوفن قرر انه يمشي على المكتوب بالكتاب، مع انه بيعرف 100% انه هذا الشيء راح يؤدي الى مقتله بالنهاية، بس كان عنده ولو امل بسيط انه يتغير شيء بالنهاية ويضل عايش. بعد بلود اوف ذا ديد كله من تحكم الابوثيكن، وهو نفسه بالضبط بعد موب اوف ذا ديد، لانه بعدين راح نشوف ارواح شخصيات موب اوف ذا ديد كلها موجودة ومحبوسة جوا هذا البعد. طيب كيف صار هذا البعد؟ كيف تم انشاؤه؟ طبعا اول شيء تم انشاء بعد موب اوف ذا ديد، وتم انشاء بعد موب اوف ذا ديد وحبس شخصيات موب اوف ذا ديد فيه كله عشان بعدين بالمستقبل يجي ريكتوفن ويعلق هون. فانه عذاب شخصيات موب اوف ذا ديد كل هذا الشيء سواه شادو مان عشان بالمستقبل يحبس دكتور ريكتوفن هون. طبعا هالكلام كله عرفناه من الراديوهات الموجوده بالماب، وسويت فيديو ترجمت للعربي كل الراديوهات، فيفضل انكم تشوفوا هذاك الفيديو راح تفهموا كل شيء، راح تلاقوا رابط موجود بالوصف، فراح احاول اني اختصر قدر المستطاع. من الراديوهات في حارس السجن اللي موجود بموب اوف ذا ديد قبل لا يكون في زومبي، قبل لا يكون في اي شيء كان سجن عادي سجن القطراز، وكان هذا الحارس وظيفته يكون هناك.
فذاك الحارس كان يعني يستعمل السحر الأسود ليتواصل مع الجن أو شيء من الكلام، وعن طريق استعماله للسحر شادو مان صار يتواصل مع هذا الشخص، صار يتواصل معه ويحكي له يسوي أشياء معينة. شادو مان ما فينه يتواصل مع أي شخص من البشر إلا إذا ذاك الشخص كان عم يسوي السحر الأسود نفس اللي كان عم يسويه حارس السجن. فالمهم شادو مان كان يتواصل مع حارس السجن وحكى له حارس السجن إنه أبيك تسوي هالطقوس المعينة، تسوي كذا بالدم والنار وشيء من الكلام، وبعدين حكى له إنه أبيك تقتل هالأربع أشخاص. شادو مان ليحول العالم أو ليعمل بعد بتحكمه لازم شغلتين، أول شيء واحد يتعامل بالسحر الأسود عشان يقدر شادو مان يتواصل معاه، وبعدين لازم يستعمل ذنوب أربع أشخاص، أربع أشخاص عندهم ذنوب قوية يستعملها ليعمل عالم موازي يكون من تحكم شادو مان، ويحبس هالأشخاص اللي عندهم ذنوب جوا العالم ويعاقبهم، وبالتالي يكون هو من تحكم شادو مان العالم كله. فالمهم الحارس كان عم يستعمل السحر الأسود، والأربع أشخاص اللي عندهم ذنوب هم شخصيات موب أوف ذا ديد، هدول أربع أشخاص كانوا ثلاثة منهم مجرمين وعصابات وواحد منهم كان قاتل. فاجت على حظه انه الاربع اشخاص هدول اللي هم شخصيات موب ذا ديد كانوا عم بيحاولوا يهربوا قبل لا يكون في زومبيز، قاعد نتكلم على السجن ومساجين وشرطه وكل شيء، كانوا عم بيحاولوا يهربوا بالسطح عن طريق طياره وكانت كلها من خطه ذا ويزل. فبتفشل الخطه وبيمسكوهم الشرطه، قبل يمسكوهم الشرطه شخصيات كلهم بيعصبوا من ذا ويزل لانه هو اللي وداهم انه حكى لهم تعالوا خلينا نهرب وشين الكلام، وهالخطه كلها فاشله فمسكوهم الشرطه، وبالتالي لما مساجين يحاولوا يهربوا ويمسكوا الشرطه راح تتضاعف مده الحبس او يمكن يصير حبس مؤبد، فعشان هيك عصبوا من ذا ويزل وقتلوه. فالمهم حارس السجن استغل هالفرصه وحكم بالاعدام على الشخصيات الثلاثه الباقيين بالكرسي الكهربائي. فالمهم ماتوا الشخصيات هذوليك، وشخصية ذا ويزل مات قبل لأنه قتلوه. فبعدين شادو مان بيحكي للحارس لتكمل الطقوس لمشان نقدر نسوي عالم موازي، أبيك أنت تذبح حالك ومجرد ما تموت راح تقوم من الموت أنت وباقي الشخصيات بهداك العالم موازي وراح تكون أنت المسيطر هناك. فبيقتل حاله حارس السجن وبيقوموا هناك وبيلاقوا كلهم موجودين بموب ذا ديد، شخصيات هناك بيكونوا بيضلوا يموتوا ويعيشوا للأبد مثل بعد جهنم بيضلوا يتعذبوا فيه، والحارس السجن بيكون هو الحارس اللي بيلحقهم هناك اللي هو بروتوس. هذا الشيء كله انه سوى البعد موب ذا ديد هذا يعني عم يهيئ العالم كله مشان يستعمله بعدين على الدكتور ريكتوفن ليعلقوا فيه، نفس الشيء مشان بده ريكتوفن يعلق بهالبعد وما يطلع منه مشان بعدين شادو مان يروح لما يروح على ريفيليشن او اغارثا ما يجي دكتور ريكتوفن بوجهه ويوقفه. يعني شادو مان مصلحته انه يحبس ريكتوفن هون لانه ريكتوفن لو طلع وبعدين راح زيتسو نوشيما هو وباقي الشخصيات راح يوصلوا على ريفيليشن، وبعدين بريفيليشن راح يوقفوا شادو مان وتنعاد الدائره من اول جديد. فشادو مان لمصلحته شغلتين، اول شيء يا اما الشخصيات يضلوا محبوسين هون وياخذ راحته هو، يا اما انه يتحرروا من هالمكان ما في مشكلة، هذا الخيار الثاني، بس أهم شيء تنكسر الدائرة لأنه شادو مان بالدائرة دائما بنهزم. آخر شيء شادو مان هو محبوس معهم بالدائرة اللي عاملها دكتور مونتي، دائما بنهاية الدائرة بيطم القضاء على الشادو مان. تنويه بسيط الأشياء اللي شرحتها اللي هي عن موب ذا ديد إنه كيف صار البعد وشين الكلام، نفس الشيء بالضبط صار مع شادو أوف إيفل. بشادو أوف إيفل شخصية نيرو كان يستعمل السحر الأسود، وعن طريق السحر الأسود تواصل مع الشادو مان، بعدين استعمل ذنوب الساحر نفسه وثلاث شخصيات الباقيين اللي هي الممثلة اللي قتلت الشخص اللي عم يهدد يفضحها، الشرطي الفاسد والمصارع الغشاش اللي كان يقتل منافسيه أو يسبب لهم أضرار قوية. يعني استعمل ذنوبهم الأربعة مع سحر شخصية نيرو وحول أو عمل بعد موازي لعالمهم اللي هو كله من تحكم الأبوثيكن، وكان هدفه انه يستعمل هذاك البعد لينتشر ويروح لباقي العوالم. طيب نرجع لموب اوف ذا ديد، بحلغز موب اوف ذا ديد عنا نهايتين، النهاية الاولى انه الشخصيات كلهم يقتلوا شخصية ذا ويزل وبالتالي ما راح تنكسر الدائرة، راح الشخصيات الباقيين يضطروا انه يروحوا على الكرسي الكهربائي يموتوا وراح يرجعوا يعيشوا كلهم بموب اوف ذا ديد ويكملوا الدائرة من اول وجديد ويضلوا يموتوا ويعيشوا
أو النهاية الثانية اللي هو أنه The Weasel يقتل باقي الشخصيات، ولو قتلهم راح تنكسر الدائرة، مو الدائرة الكبيرة اللي علقانين فيها شخصيات برومس، لا الدائرة هاي فقط تبع Mob of the Dead، يعني فيكم تفكروا فيها دائرة مصغرة جوا الدائرة الأكبر اللي هي دائرة دكتور مونتي. فالمهم لما The Weasel يقتل باقي الشخصيات راح تنكسر هالدائرة ويتحرر The Weasel وتصير روحه حرة، وباقي الشخصيات راح يضلوا محبوسين جوا هالبعد بس ما راح يضلوا يموتوا ويعيشوا، راح يكونوا فقط كأرواح فينهم يلفوا براحتهم بهالبعد، ما راح يضطروا انهم يعيشوا الألم الموت والحياة والموت والحياة. فلما نشوفوا نحن انه النهاية الصحيحة اللي لازم تصير على حسب القصة هي انه The Weasel يقتل باقي الشخصيات، لانه بعدين ببلود اوف ذا ديد باخر شيء بنشوف انه في ثلاث ارواح بيجوا بيوقفوا الحارس وبيساعدوا شخصياتنا، وعندنا بعدين العصفور اللي بيساعدنا بخطوات اللغز، هذا العصفور هو The Weasel. راح اجيكم بعدين على هالموضوع، بس يعني حاب احكي لكم شو النهايه الصحيحه لموب اوف ذا ديد. في راديوهات بالماب من ماكسس عم يحاولوا يتواصل فيها مع الشخصيات، أول الراديوهات بيكون الصوت فيها مقطع ومو واضح. So the paradox factor wasn't enough. If my observation, the blood itself is the paradox. We know for body. بعد الراديوهات الثانية بيكون الصوت فيها واضح. But your blood, Edward. You have traveled through countless realities of space and time. Your blood is not only beyond potent. I fear it is a profound liability. من الراديوهات هاي بنفهم انه اول شيء كان الصوت قاعد يقطع، ماكسس عم يحاول يتواصل مع الشخصيات عم يحكي لهم انه مفروض تكونوا حاليا انتو بروسيا بغوردكروفي، بس ما لكم باينين عندي انتو وين، فجأة اختفيتوا من الوجود وما بقدر اني اتواصل معكم. الابوثكين عم يحاولوا يمنعوا اشارات دكتور ماكسس لهالبعد مشان يضلوا على انين في شخصيات هون. بعدين بصير فينو يحكي معهم، بصير الصوت واضح وبيحكي ماكسس انه استعملت دمك يا ريكتوفن، استعملت عنصر من دمك لقويت الإشارة ودرت أني أتواصل معكم. وبعدين ماكسس بيحكي له أنه دمك ريكتوفن هو الطريقة الوحيدة لتطلعوا من هالمكان، والسبب ريكتوفن كان بيعرف هالشيء، بيعرف أنه لازم يضحي بحاله بس ما كان بيعرف السبب. فماكسس حكى له والسبب أنه الأشخاص اللي بيسافروا من عوالم أخرى من عن طريق فتحة زمنية أو شيء من الكلام بيكون في بدمهم العنصر 115، مجرد ما شخص يتعرض لتليبوتر او سفر من بعد لبعد اخر دمه بيتعرض للعنصر 115. فريكتوفن على بهاللحظة اللي كان موجود فيها ببلود اوف ذا ديد سافر لعوالم لا نهائية. يعني اول شيء برحلة ريكتوفن السنتين اللي هي بعد اورجنس وقبل جاينت راح لكتير عوالم، لشادو اوف ايفل، لموب اوف ذا ديد، اخذ عناصر اخذ انابيب الدم، بعدين اجى على ذا جاينت، بعدين من الجاينت راحوا على دير ايسندراخ، فكتير تعرض للتليبوتر ودمه مليان عنصر 115. من ورا الراديوهات هاي عرفنا انه ليش دم شخصيات موب اوف ذا ديد وترانزيت مهم. ريكتوفن معاه انبوبين دم لشخصيات موب اوف ذا ديد، يلي هو اجى بالاول شيء بدايه القصه لما كان ريكتوفن قبل احداث اورجنس اجى لعنده ريكتوفن من المستقبل وعطاه انابيب الدم، وبعدين طلع هو نفسه من المستقبل والدائر اللي شرحت هالكلام بداية الفيديو. فالمهم هو معه أنابيب دم شخصيات موب اوف ذا ديد، وبعدين باقي الشخصيات تاكيو ديمسي ونيكولاي بيجوا على اجوا على بلود اوف ذا ديد مشان ياخذوا أنابيب دم شخصيات ترانزيت ويرجعوا بس علو بهالمكان. ليش دمهم مهم؟ لانه شخصيات موب اوف ذا ديد وترانزيت كلهم سافروا من عالم لعالم اخر او تعرض دمهم للعنصر 115. شخصيات موب اوف ذا ديد لما تم اعدامهم بالسجن وبعدين قاموا من الموت شافوا حالهم موجودين بعالم مختلف وبضلوا يموتوا ويعيشوا، تنقلوا من العالم الطبيعي للبعد اللي متحكم الابوثيكين. شخصيات ترانزيت بالرحلة تبعهم من ترانزيت لدايرايس لبارد، خصيصا بدايرايس بكاتسين دايرايس بنشوفهم انه سافروا من ترانزيت بعدين فجأة بتليبوتر او بعد صاروا موجودين بدايرايس، فكمان هم دمهم تعرض للعنصر 115 مشان هيك دمهم مهم لباقي الشخصيات لما دمسي تاكيو ونيكولاي. فانه دمهم لهدول الشخصيات اللي فيه العنصر 115 راح يحمي الشخصيات بنهاية الدائرة منهم يختفوا من الوجود، وراح يتسبب بانه ترجع تنعاد الدائرة من اول وجديد. نفس الشيء مع ريكتوفن، بس ريكتوفن دمه فيه كمية هائلة من 115، وفقط باستعمال دمه باستعمال انه يضحي بحاله اخر شيء بالجهات اللي راح يسحب دمه راح يقدروا الشخصيات انه يدمروا هذا العالم ويطلعوا من هذا البعد.
طيب نرجع لموضوعنا، ترى اخر 10 دقائق بس شرحت لكم بعد موف ذا ديد، شو له علاقه ببلود اوف ذا ديد، وشو علاقه شادو في ايفل كمان بالموضوع، وشو اهميه انمي بالدم. نرجع للموضوع الاساسي بحل غزه بلود اوف ذا ديد، يعني ريكتوفن قرر انه يمشي على الخطه، فمنجمع مثل بنستعمل ارواح اللي محبوسه ببلود اوف ذا ديد، في كثير ارواح محبوسه بداك البعد، بنستعملهم ليعطونا مثل اشياء حمراء، صراحه ما لي فهم شو هي هالاشياء، فهالاشياء بنستعملها مشان تفتح لنا مثل باب سري، هالباب سري راح يودينا على الجهاز اللي هو الدارك ميكانيزم اللي راح يسحب دم ريكتوفن ويساعدهم يطلع من هالمكان، وهم شخصيات قاعدين يجمعوا هالاشياء كلها مشان يروح يفتح البوابه، بيجي الوردن وبيوقفنا بالكاتسين وبيحبس الشخصيات كلهم بالسجن، لانه مثل قلت لكم هدف شادو مان اساسي انه يخلي الشخصيات محبوسين بهالمكان مشان ياخذ راحته ويسيطر على اغارثا وكل شيء. Where am I? What is this? The prison. My fate. Niet! I will not die like some rat in Gulag! Show yourself, Orden! I will settle this with my bare hands! Damn it, Nick! Nikolai, buddy! I really need you to focus for me, okay? We lose our heads, we lose the fight. Your magnum opus. I applaud your dedication, Herr Warden, but your Armageddon is locked in here with you. Until you brought me the key, I can hear it pounding through your veins. Faster and faster! So, your life sentence begins. You will suffer. You will not die. Your hearts will beat as everlasting engines in my machine, holding the gateway open so that they will finally be free. Now rest yourselves. Soon we